تحت شعار الواقع والمستقبل انطلق في دبي منتدى الإعلام العربي في دورته 18، وخلال المنتدى يناقش المشاركون مدى التأثير الذي يتركه الإعلام العربي على أبرز القضايا في الساحة العربية وضرورة تحلي الإعلاميين بالمصداقية وتمسكهم بأخلاقيات المهنة. بالمختصر، كما تكونون يكون إعلامكم، وهذا الواقع، هذا هو واقع الإعلام العربي. يعني كنا عم نحكي أنه سألوني عن موقف الإعلام العربي من قرار الرئيس ترامب بالاعتراف لإسرائيل بالجولان. ردة فعل الإعلام العربي لم تكن لا متكافئة ولم تكن بالقوة التي كان يجب أن تكون عليه. لذلك خلينا دائما نتحدث عن إعلامات عربية تعكس سياسات عربية مختلفة. وخلال جلسات المؤتمر عرضت تجارب ناجحة في التطوير والتحديث الإعلامي من خلال التعريف بأهم التقنيات الحديثة التي تسهم في تطوير صورة الإعلام العربي وتعمل على تغيير منظومة الإعلام وقدرة ذلك على التأثير في نمط وسلوك المتلقي وتفاعله مع تلك الوسائل في المستقبل. أعتقد أنه أحيانا هذا تحدي يفرض على الإعلام أنه أيضا يقرأ ما وراء خلف السطور، يقرأ ما خلفيات، لأنه السياسة كما تبدو في وهلتها الأولى أبيض وأسود، لكن حينما تتعمق فيها حتكتشف تدرج كبير في الألوان. هذه التدرج، هذه المساحات، كل ما تعمق الإعلامي، كل ما كان دائرته الثقافية وعمقه الفكري متعمق، كل ما كان أكثر قدرة على استيعاب هذه المتغيرات وأيضا القدرة على صناعة محتوى في ظل هذه المعطيات. ويتيح المنتدى من خلال فعالياته المتنوعة فرصة التلاقي لمناقشة حال قطاع الإعلام ومتطلبات تطويره والسبل اللازمة لتحقيق الصورة المثلى للإعلام العربي والأدوار المنتظرة منه في ظل التغيرات المتسارعة في شتى المجالات والتي تشهدها الساحتان العربية والعالمية. يسلط المنتدى هذا العام الضوء على واقع الإعلام العربي ومدى تأثره بالأوضاع العربية والدولية الراهنة والدور الذي يقوم به في صنع مستقبل أفضل لدول المنطقة. عبدالله الزعبي، قناة الغد، دبي.